كمان رد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على كلمة الكابتن محمود الخطيب، نشوف قال ايه. احنا فترة مش كانت بسيطة، كان في فترة معينة يمكن كان في صراعات، واحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له اي صالح بهذه الصراعات، احنا كل اللي فيه ان احنا منافسة شريفة مع النادي الاهلي، ونتمنى ان نتضرر كذلك. يعني احنا انا واحد من الناس اللي لما كان منتخب مصر كنت بتمرن داخل نادي الاهلي، وكان الكابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا اخوه يا جماعه، وايام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات ونقعد مع بعض. احنا عايزين نرجع هذه الروح تاني مره اخرى، كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبه لنا وبالنسبه للجماهير بتاعت النادي. النادي اللي هم بنسميه كل الاعلام بنسميه قطبي الرياضه المصريه، قطبي الرياضه المصريه دول يبقى المنافسه بينهم شريفه، وكل واحد ينتمي للنادي ويدافع عن حقوق النادي، بس في نفس الوقت يبقى بالايجاب بصوره ايجابيه وليس بصوره سلبيه. ياما برضه من ايطاليا ونعمل ياما وحاليا ما يسمى تحكيم، سيبنا من الكلام ده خالص، خلونا طبيعيين زي عوائلنا، كل واحد يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص، بس يلتزم حدود الادب، لان يعني اساسا الرياضه اساسا اخلاق فعلا قبل ما يكون ادب. دي يعني جمله من حياتي، ده جمله من كلنا نعيها ونحافظ عليها ونعمل عليها. دلوقتي انا برضه يعني بكرر يعني فخري بتواجدكم هنا كمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله اول فرصه احنا برضه يشرفنا ان احنا نيجي لحضراتكم، وده برضه شيء ايجابي جدا جدا. اي وقت يا كابتن محمود المجلس كله نيجي لزياره حضراتكم، وهنسعى فيها ان شاء الله، وعايزين الايمان ده نستمر على طول. اللي عايز يقول معايا كده بعد اذن حضراتكم ان احنا النهارده كنادي الزمالك بنفتح صفحه جديده مع كل الناس، سواء الاعلام بجميع انواعه. احنا النهارده الغايه ان نشوف الصوره الذهنيه لنادي الزمالك بترجع تاني ودائما زي الصوره اللي كل الناس كانت معتاده عليها، فبنطلب بعض من الاعلام ان هو يقف بجانب نادي الزمالك وبجانب النادي الاهلي، ونوع من المواد والمنافسه الشريفه، وما يبقاش فيه اي حاجات من الخلف بتحصل على كده. وانا متخيل ان الاعلام له دور كبير جدا في الجول اللي انا قلتها. النمره دي برضو يعني عرضنا ان شاء الله مع جميع الانديه على رسائل النادي الاهلي، سوف تظل في حاله جيده طول ما كل واحد يمشي مع النادي بيدافع عن النادي بيدافع عن حقوق النادي بدون اي اتهام للاخر، ان من حق كل واحد فينا ان هو يشتغل للنادي على اكمل وجه، وده فعلا يشرفنا ان احنا نكون من ضمن هذه المنظومه. وانا بتشرف ان انا برقص ناس افاضل ومجلس اداره نادي الزمالك كلهم نفس اللي انا بقوله ده كلنا متفقين عليه من اول يوم، فبشكرهم على المجهود اللي ادوه خلال ال 100 يوم السابقه فعلا، ويمكن الحمد لله قدرنا كلنا مجهود زملائي اكثر من اي حد تاني ان احنا نغير من الصوره اللي كانت متاخده على نادي الزمالك، وده بجد يعني مساعدنا جدا جدا. اخيرا يعني برحب بكل الحضور من اولهم لاخرهم، وفعلا كان ينقصنا الوزير العام فاروق، واحنا يعني انا واحد من الناس كنت عايزه جدا، ومقتنع ان هو فعلا عمل حاجات كتير للرياضه المصريه في النادي الاهلي، ولا يمكن اي حد انه ينكر ذلك. فيعني بجد برضه يعني كان يشرفنا بكل الدنيا يعني رحمه ربنا عليه. شكرا جزيلا. الحقيقة كمان كلمة رائعة للكابتن حسين لبيب أكد فيها على ما قاله الكابتن محمود الخطيب في العلاقات المستمرة والأبدية لقطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك. وقال الراجل اللي احنا فترة من الفترات كان بيروح يتمرن في النادي الأهلي، مهندس خالد مرتجي كان بيروح نادي الزمالك، كان العلاقة الحقيقة كانت علاقة جيدة جدا، وعلاقة يعني هو ده المفروض تكون عليها.
واشاد كمان او اشار بشيء مهم جدا، ان احنا ان الناس لازم تنسى، وان دي نهايه لعصر الحقيقه مظلم وفتره زمنيه كانت الحقيقه مظلمه لعلاقات ما بين القطبين، نتيجه يعني نتيجه كل الناس عارفه النتيجه او عارفه مين كان السبب في هذه العلاقه الحقيقه. ولكن بهذه الزيارة، بهذا الاستقبال الرائع لمجلس إدارة النادي الأهلي في الزمالك، الحقيقة بداية صفحة جديدة. ويمكن لما كنت بعيد الذاكرة كده شوية علاقات النادي الأهلي ونادي الزمالك، الحقيقة علاقات كانت جيدة جدا على مستوى اللاعبين أيام ما كنت حتى بلعب مع منتخب الشباب أو منتخب الناشئين، وكلنا الحقيقة أهلي وزمالك كنا بنندمج في منظومة العالم المصري وشعار شعار الكوره اللي طبعا كنا كلنا الحقيقه بنمثل بلدنا بكل شرف، والعلاقات الجيده ما بين اللاعبين دلوقتي علاقات جيده ما بين مجالس الاداره.